ومما استدل به من أجاز كشف الوجه استدل بما جاء عند أبي داود أن أسماء دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليها ثياب رقيقة. لو سلمنا بأن جملة ثياب رقيقة أنها لا تصح، فلما دخلت عليه قال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض فلا يجوز لها أن تخرج من جسمها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. هذا حديث به 4 أو 5 علل. يكفي في ذلك أن خالد ابن دريك وقد أخرجه أبو داود قال هو منقطع لم يسمع من أسماء، وبيان هذه العلل ليس هذا الموضع موضعا لها، لكن هذا الحديث معلول.